أنشودة الأحرار تهدر وسط معمعة الضمائر فرسانها، نشتاق خوض غمارها ونفاخر. عشرات الآلاف من أبناء الشعب المغربي خرجوا اليوم الأحد 22 من رمضان 1435 الموافق لعشرين يوليوز 2014 في مسيرة شعبية وطنية ليقولوا لأهل فلسطين: لستم وحدكم أمام عصابات الإرهاب الصهيونية. الشعب المغربي بكافة أطيافه يدعم صمودكم ويحيي ثباتكم وصبركم. هذه المسيرة هي مسيرة لدعم الشعب الفلسطيني وللتنديد بالمجازر الصهيونية المتواصلة هذه الأيام ضد شعبنا وأهلنا وإخواننا في غزة. الشعب المغربي يريد أن يوجه رسالة أنه كله متضامن ضد هذه المجازر، ويريد أن يطالب الجهات الرسمية، الأنظمة الرسمية بالخصوص في الدول العربية ولكن في العالم الإسلامي كله، إلى أن تكون مواقفها في مستوى الحدث. لهذا اليوم نحن في الشعب المغربي باستمرار إلى جانب الحق الفلسطيني والمقاومة، ونحن نؤيد المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها، ونعتقد بأنها هي الخيار الوحيد الذي بإمكانه أن يثبت الحق وأن يرد الحق للشعب الفلسطيني. هذه المسيرات هي مسيرات رمزية تقوي معنويات الذين هناك وتبين أن الشعوب ضد ما يحدث في فلسطين. على الدول حقيقة أن تضغط على مصر لتفتح المعابر. المشاركون في مسيرة الشعب المغربي مع المقاومة ضد العدوان الصهيوني وضد التطبيع انطلقوا صباح اليوم من أمام باب الحد في الرباط باتجاه محطة القطار بشارع محمد الخامس مرورا بمقر البرلمان، وقد أدانوا التواطؤ الغربي المكشوف والصمت العربي الرسمي المفضوح، وانتقدوا بشدة تآمر الإنقلابيين في مصر مع الصهاينة ضد أهل غزة بإحكام الحصار ومنع إدخال الغذاء والدواء لإغاثة الأطفال والنساء وكل أبناء غزة الذين يقفون اليوم بصمود أسطوري في وجه جيش الإرهاب الصهيوني. نقول لشعبنا، لمقاومتنا، لأطفالنا، لنسائنا في غزة وفي كل فلسطين: نحن معكم، دماؤنا دماؤكم، أشلاؤنا أشلاؤكم، شهداؤنا شهداؤكم، ومن خذلكم ومن تواطأ ضدكم لا يمثلون في شيء. الحكام العرب نقول لهم: قد فضحتم وقد سقطت عنكم آخر أوراق التوت، قد سقط عنكم كل شيء، أنتم الآن في مربع العدو. من يتواطأ على المقاومة وعلى أهلنا الصامدين في غزة هو يتموقع في مربع العدوان مصر. نقول للنظام الانقلابي الجزار في مصر: قد انكشفت بعد أن قتلت شعبك وشردته وأسجنت المئات وحكمت بالإعدام على المئات من الأحرار، اليوم تضيف إلى جرائمك جريمة التآمر المفضوحة على شعب غزة. نقول للأنظمة الخليجية: أموالكم ونفطكم وبذخكم هي جريمة في أعناقكم إلى يوم الدين، إلى يوم اللقاء أمام الله، دماء الشهداء والأطفال في أعناقكم. إذن وكما تابعنا جموع كبيرة وحشود هائلة من المغاربة من مختلف فئات هبوا اليوم لنصرة القضية الفلسطينية للتعبير عن تضامنهم ومساندتهم الكاملة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ضد الهجمة الصهيونية الإرهابية أمام تخاذل وتواطؤ القوى الدولية والصمت العربي الرسمي. كان معكم مصطفى الونسافي لهوية بريس من شارع محمد الخامس بالرباط.